نحن بحاجة الآن لكل الناس، مش بحاجة للاستغناء عن الناس. أنت خلال الحرب ما بتغير ضباطك. المشكلة اللي رح نوقع فيه انه بس تحكي بمسار قضائي بيتعلق بحاكم مصر 2 اللي هو اعلى سلطة رسمية نقدية لبنانية، معناها انت عم تجي تقول لكل المرجعيات الخارجية ومصارف المراسلة يلي باقيين الباقي من الشيء انه ما تتعاطوا مع هذا البلد او هذا الرجل، فانت عم بتعرض كل وضعيتك المالية والنقدية للخطر. أوقف الإضرار بسمعة لبنان والنقد اللبناني والمصرف المركزي. كفر